بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وأعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بيكم في مقدمة وشرح مبسط للكيمياء العضوية حسب التعديلات اللي حددتها الوزارة للعام الدراسي 2021. تتبع معايا هذا الفيديو، بحيث هكلمك هنا عن نظرية القوى الحيوية للعالم برازيليوس، وتقسيمه للمركبات إلى عضوية وغير عضوية، وهنحاول نحدد لك الفروق بين المركبات العضوية والغير عضوية، وبعد كده هنشوف كيف استطاع العالم فوهلر تحطيم هذه النظرية عن طريق تحضيره لمركب عضوي وهو اليوريا أو البولينة، باستخدام مركبات غير عضوية اللي هي سيانات الفضة مع كلوريد الأمونيوم، ومن ثم أصبح الحديث عن المركبات العضوية غير دقيق، وأصبح كلامنا الدقيق هو أن هذه المركبات توصف بأنها هيدروكربونات، أي أنها المركبات التي تتكون من عنصري الكربون والهيدروجين. هنوريك تقسيم الهيدروكربونات، التقسيم العام، وهنعمل لك خريطة توضح لك الكلام ده، وبعد كده هنستمر في الشرح، وكل مرة هناخد جزء من هذه المركبات الهيدروكربونات، وهنوضح لك طرق التسمية والتحضير للغازات الهامة زي غاز الميثان وغاز الإيسين وغاز الأستيلين، ونشوف أهم التفاعلات، ونحاول نوريك طرق التسمية حسب نظام الأيوباك، بحيث ان انت تقدر تسمي اي مركب عضوي. وطبعا نصيحة من دلوقتي، يجب حفظ المقاطع من 1 لـ10 عشان نحدد عدد ذرات الكربون في المركب من اول ميس لحد ديك، لان التسمية طبعا كلها بتعتمد على نظام الايوبيه. عموما تابع معايا الفيديو، وفي كل مرة هنحاول نوضح لك جزئية، بحيث ان انت تحس ان الكيمياء العضوية سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد، ولاحظ انها طبعا هي اللي هتلم لك درجات، لان طبعا عليها اكتر من نص درجة الامتحان في الكيمياء. وطبعا النظام الحديث دلوقتي مش عاوز طبعا كلام مدش كتير، فده عشان كده انا مش هحاول اتكلم معاك كتير، انا هحاول اوضح لك سرد للمكونات والأجزاء المهمة والمعدات المهمة، لأن أنت طبعا كطالب ثانوية عامة الجزء الأكبر بيكون عليك. أنا كل اللي هقدر أعمله بالنسبة لك هسرد لك المنهج، وفي كل فترة همونك بامتحانات إلكترونية عشان تتعود على نظام امتحانات أخطر، لأن طبعا الثانوية العامة دلوقتي بقت نظام امتحانات أخطر، مش عاوزة كلام كتير ودش، ماشي؟ فعشان كده بحاول ابسط لك العمليه. ويا ريت دلوقتي الفتره دي حاول تركز في العضويه، واركن الغير عضويه على جنب دلوقتي، على اساس ان انت تخلص الاول من العضويه وبعد كده تبدا المراجعات، ماشي؟ تابع معايا، ولو في اي سؤال عندك ابعته لي. والله الموفق استاذ اشرف الهيدي، سلام.
you